المحافظة على الصلاة أهم أمر من أوامر الله عز وجل. وإذا ضاعت الصلاة وش بقى؟ سبحان الله، بداية استقامة القلب، بداية استقامة القلب بترك الأغاني. إيه وربي، كثير ممن استقام من الشباب من الشابات بداية استقامتهم تركهم للأغاني. إن الأغاني اسمعها الأذن فتصب على طول في القلب فيمرض القلب فينكر الحسنة. إيه والله ينكر، لكنه إذا يسمع ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إيه والله ما يشقى ويرتاح ويستقيم. حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. مرزام حق ومرزام باطل ما يجتمعون، لازم واحد. لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ما راح يخشع هالقلب لين تخشع الجوارح لله عز وجل. إذا خشعت الجوارح تسمع اللي يحب، تتكلم اللي يحب، تنظر اللي يحب، خشع القلب.